السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم صحيح الامتحان الجهوي الموحد أكاديمية الجهوي للتربية والتكوين جهة مكناس تفيلات دورة يونيو 2015. لنبدأ بمكون الأول وهو استبدال المنظم للمعارف. التمرين الأول: اكتب على ورقة التحرير المصطلحات التالية، ثم ضع أمام كل مصطلح رقم التعريف المناسب له. لدينا مجموعة مصطلحات ثم تعريف. بالنسبة للمصطلح الأول سينابس، ربما تتذكرون ذلك، فهو عبارة عن نقطة التقاء خليتين أو عدة خلايا عصبية يفصل بينهما ما يسمى بالحيز البي سينابسي. فيما يخص العصبون أو ما يسمى كذلك العصبة أي الخلية العصبية، فهي الوحدة الوظيفية والبنيوية للنسيج العصبي. التحرك الإرادي هو نشاط عصبي كما تعرفون ذلك، إذا فهو نشاط عصبي فعلا ناتج عن تدخل باحة متخصصة في القشرة المخية تتواجد أمام شق رولاندو. وأخيرا العصب السيسائي وهو العصب المختلط بطبيعة الحال الذي يشتمل على ألياف عصبية حسية وألياف عصبية حركية، وينقل وبالتالي ينقل بطبيعة الحال السيالات العصبية الحسية والحركية من وإلى النخاع الشوكي. ننتقل إلى السؤال الثاني: في أي مستوى من الدماغ توجد المادة الرمادية وفي أي مستوى توجد المادة البيضاء؟ إذا فيما يخص المادة الرمادية فتوجد على سطح الدماغ، أما المادة البيضاء فتوجد داخل الدماغ. سؤال 3: أذكر خطرين اثنين من الأخطار التي تهدد سلامة الجهاز العصبي، إذا سنذكر هنا تدخين المخدرات. فيما يخص التمرين الثاني يقول: تبين الوثيقة التالية رسوم التخطيط لأربع مراحل ظاهرة تعمل على تحطيم الجراثيم عند تسربها إلى داخل الجسم. لدينا الوثيقة كما نلاحظ. السؤال: بالاعتماد على مكتسبات ومعطيات الوثيقة، رقم 1: رتب مراحل هذه الظاهرة حسب تسلسلها الزمني مستعملا حروف الرسوم التخطيطية. فيما يخص المرحلة 1 تكون وهي المرحلة الجيم، بحيث تعمل البكتيريا البلعمية على تثبيت هذه البكتيريا على غشائها السيتوبلازمي. المرحلة الثانية ستكون وهي المرحلة ألف، حيث تبتلع البلعمية البكتيريا وتحيط به بواسطة الأرجل الكاذبة. المرحلة الثالثة بطبعها وهي دال، حيث تعمل على هضم هذه البكتيريا وذلك بوضعها داخل جيب هضمي. عملية الهضم تتم بواسطة أنزيمات. وأخيرا المرحلة الأخيرة بطبعها وهي المرحلة باء، في هذه الحالة تعمل البلعمية على طرح الحطام الناتج عن عملية هضم هذه البكتيريا. أتابع. السؤال رقم 2: أذكر بإيجاز ماذا يحدث خلال كل مرحلة. إذا فعلا كما أشرنا إلى ذلك قبل لحظات، إذا المرحلة الأولى تثبيت البكتيريا من طرف البلعمية، المرحلة الثانية ابتلاع البكتيريا كما أشرت قبل لحظات حيث تحيط بواسطة الأرجل الكاذبة، المرحلة الثالثة هضم البكتيريا داخل الفجوة الهضمية، وأخيرا طرح الحطام الناتج عن هضم هذه البكتيريا. سؤال 3: ألف سمي الظاهرة المدروسة. إذا فعلا الأمر يتعلق بظاهرة البلعمة، أذكر مميزاتها. إذا فعلا البلعمة هي عبارة عن استجابة مناعية غير نوعية طبيعية وغير وفورية. إذا البلعمة استجابة مناعية طبيعية غير نوعية وفورية. أتابع. ننتقل الآن إلى المكون الأول وهو الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني. الأمر يتعلق بالتمرين الثالث. إذا قصد دراسة بعض خاصيات العضلات، تم عضلة بطن الساق لذي الدعاء، ثم تم تطبيق إهاجة كهربائية عليها، وتبين الوثيقة جانبي حالة العضلة قبل وأثناء الإهاجة. فعلا العضلة قبل الإهاجة، ثم العضلة بعد قبل الإهاجة أعتذر، ثم بعد الإهاجة. السؤال الأول: قارن بين طول العضلة قبل وأثناء التهيج. إذا فعلا ربما تبين لذلك طول هذه العضلة قبل التهيج كان طويل كما نلاحظ، بينما أثناء الإهاجة نلاحظ أنه يقصر طول هذه العضلة، انتقل من 3.1 سنتيمتر إلى كما نلاحظ 2.2 سنتيمتر. السؤال الثاني: بين لماذا تعتبر الإهاجة الكهربائية المطبقة على هذه العضلة فعالة؟ إذا فعلا فالأمر يتعلق بطبيعة الحال حدوث استجابة تتجلى وتتمظهر في تقلص هذه العضلة انتفاخها، وبالإضافة إلى أن طولها يقصر كما تبين لنا ذلك. السؤال 3: ما هي خاصية العضلة التي تم الكشف عنها بواسطة هذه التجربة؟ علم إجابتك. الخاصيات في كما نلاحظ بطبيعة الاهتياج هي لأنها استجابت نتيجة هذه الإهاجة الفعالة التي أشرنا إليها قبل لحظات، وذلك بتقلص هذه العضلة. وبطبيعة الحال الخاصية الثانية القلوص، هي لأنها تتوفر على وتتميز أو لها القدرة على التقلص، حيث يقصر طولها بطبيعة الحال وتنتفخ. سؤال رقم 4: كما نلاحظ أنجز خطاطة لآلية التقلص العضلي في حالة انعكاس شوكي ناجم عن إهاجة الطرف الخلفي لضفدعة مستعملا الكلمات والعبارات التالية. إذا لدينا السيولة العصبية الحسية، السيولة العصبية الحركية، الجلد، النخاع الشوكي، تقلص العضلة، إهاجة فعالة. إذا فعلا فيما يخص الخطاطة، إذا سنبدأ بالإهاجة الفعالة. هذه الإهاجة تقع على الجلد وهو المستقبل الحسي. هذه الإهاجة بطبيعة الحال يتولد عنها سيولة عصبية حسية، يتم نقلها عبر ألياف عصبية حسية في اتجاه النخاع الشوكي، المركز العصبي للانعكاسات الشوكية. يتم تحول هذه السيولة الحسية إلى سيولة حركية،
فتتحول كما أشرت إلى سلالة عصبية حركية يتم نقلها عبر ألياف عصبية حركية في اتجاه بطبيعة الحال المستجيب الحركي وهو العضلة، حيث عندما تتوصل هذه العضلة بهذه السلالة العصبية الحركية تتقلص، إذا لدينا هنا تقلص العضلة. التمرين الرابع، مرض البخص أو البوتوليزم، تسمم غذائي خطير ناتج عن سمين تفرز بكتيريا لها وتسمى عصيات البخص، ومن أعراضه الأولية التقيؤ الإسهال أو جع في البطن، وفي حالة غياب العلاج يؤدي إلى الموت اختناقا بسبب شلل عضلات القفص الصدري. يبين الجدول التالي ظروف ونتائج تجربتين تم إنجازهما على فئران A B و C من نفس السلالة، علما أن الفأر A كان مصابا بمرض البخص وشفي منه، إذا الفأر A لديه مناعة ضد مرض البخص. تجربة كما نلاحظ لدينا الفأر A، إذا كما نلاحظ استخلاص المصل من دم الفأر A ثم حقنه للفأر B، كما نلاحظ نتيجة هذا الحقن عدم موت الفأر B. فيما يخص التجربة الثانية كما نلاحظ هنا استخلاص كريات لمفاوية من دم الفأر A الذي كما أشرت قبل لحظات ممنع ضد البخس، ثم قمنا بحقن الفأر C بهذه الكريات اللمفاوية T المأخوذة من الفأر A، ولاحظنا على أن الفأر في هذه الحالة يتعرض للموت بمرض البخس. السؤال، انطلاقا من المعطيات السابقة استخلص الهدف من القيام بالتجربتين رقم 1 و 2، إذا الهدف في هذه الحالة هو الكشف عن المسلك المناعي المتدخل لضع عصيات البخس، هل هو المسلك الخلطي أو المسلك الخلوي؟ سؤال 2، فسر نتائج التجربتين، إذا كما أشرت قبل لحظات بطبيعة الحال فيما يخص التجربة الأولى يحتوي المصل على مضادات أجسام، لذلك بطبيعة الحال، بينما فيما يخص بطبيعة الحال التجربة الثانية موت الفأر يؤكد لنا أن اللمفاوية لا تتدخل للقضاء على عصيات البخس، بينما التجربة الأولى كما نلاحظ بطبيعة الحال بقي الفأر بطبيعة الحال حيا، هذا يؤكد لنا على أن مضادات الأجسام تمكنت من القضاء على سمين البخس. إذا فعلا فيما يخص التجربة الأولى اتضح لنا الأمر يتعلق بالمسلك الخلطي، لأن قمنا بحقن الفأر B بمصل يحتوي على مضادات أجسام، بينما التجربة الثانية بطبيعة الحال قمنا بحقن الفأر B اللمفاوية T بطبيعة الحال، ولاحظنا على أن بطبيعة الحال عصير الفأر تعرض إلى الموت، هذا يؤكد لنا أن اللمفاوية لم تتدخل للقضاء على عصي سمين البخص، وبالتالي المسلك الخلوي لا يتدخل في حالة بطبيعة الحال البخص. متابع، يستنتج نوع الاستجابة المناعية المتدخلة ضد سمين البخص، إذا في هذه الحالة استجابة مناعية نوعية ذات مسلك خلطي كما بينا ذلك قبل لحظات، بطبيعة الحال هذه الاستجابة المناعية ذات مسلك خلطي وليس ذات مسلك خلوي. نتابع، سؤال رقم 4، تكشف هذه المعطيات التجريبية عن وسيلة تستعمل طبية لتدعيم المناعة، إذا الأمر يتعلق في هذه الحالة بعملية الاستمصال، إذا حقن بطبيعة الحال الفأر في هذه الحالة بالمصل يحتوي على مضادات أجسام، نتكلم هنا عن عملية الاستمصال. فيما يخص سؤال باء، فسر لماذا تؤمن هذه الوسيلة استجابة فورية في حالة اللجوء إليها، إذا فعلا لأن توفر الجسم مضادات أجسام جاهزة بشكل فوري، إذا نتكلم هنا عن نقل المناعة. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.